أخوي أسامة، أنت عارف أنه يومياً يتم استهلاك 8 بخاخات من العود مع كل صلاة؟ يكفي الواحد منها 1125 زائر. أما دهن المسك والورد والعود فتكفي نصف التولة منها لتطيب 510 زائر. يقوم بهذه المهمة 8 من موظفي رئاسة شؤون الحرمين، والكيلو الواحد من بخور السيوفي يكفي 20 أوقية. جهود صراحة عظيمة وكبيرة، تشكرون صراحة من أعماق القلب، والشكر قليل في حقهم. أنت ما شاء الله يعني وزملائك يعيشون التجربة هذه يومياً، أما نحن مع الأسف نعيشها مرة واحدة ونمشي. فأتمنى وأرجو من الله أن تعود هذه التجربة أكثر من مرة. اليوم هذا بالنسبة لك يوم مميز أنك خدمت المسجد النبوي؟ يوم مميز جداً، هذه ما فيها كلام. والأكثر شرف أني تعرفت عليكم وتعرفت على جهودكم المباركة اللي ما كنا ندري عنها، وأنكم كنتوا خلف الكواليس.